على ذكر ملف التعليم، لأنه إحنا بعد ما خلصنا الحلقة امبارح على طول بعت لنا فيديو ليه علاقة بموضوع التعليم، وكنا بنتناقش امبارح اللي بيحصل في يعني في فصولنا، وهل الطلبة يعني بياخدوا بالهم من الدرس ومن المدرس، بيهتموا بالشكل الكافي، المدرس كمان هل بيقدر هو يتواصل بشكل إنساني مع الطلبة، هل الوسائل الجديدة في توصيل المعلومة أو في شرح المناهج بيتاخد أو بيتعامل بيها ولا لا. لكن الحقيقة الفيديو اللي هنعرضه دلوقتي هو يعني حاجة مؤسفة، والحقيقة يعني لما عشان ما نحملش الذنب كله على المدرسين ولا الذنب كله على الطلبة، لكن في دايما مقصرين في الناحيتين. لما نلاقي مدرسة يعني بتحاول بكل جهدها إنها توصل المعلومة أو إنها حتى تمكن من الشرح، لكن اللي يحصل إن الطلبة اللي موجودين في الفصل ما بيدولهاش الفرصة دي، مش بنقول بقى ان هم ما بيسمعوش، بيتكلموا، عاملين دوشة، لا، الموضوع اكبر من الدوشة بكتير. نتابع. يعني زي ما وعدناكم ان احنا بنعرض كل وجهات النظر. امبارح سمعنا اولياء الامور والمدرسين، في حد من المدرسين اللي كانوا مشرفينا امبارح اتكلم وقال ان الشباب كلهم بيحاولوا يكونوا عبده موتة، وبيحاولوا يكونوا الالماني، وبيحاولوا يعملوا كذا وكذا. يعني دي صوره، ده بكل تاكيد ده السلوك ده مرفوض ومش يعني مش محل ترحيب سواء من الاهل او من المدرسه أو من وزارة التربية والتعليم. زي ما شفنا الفيديو ده كان موجود على السوشيال ميديا وانتشر جدا جدا جدا، وده اللي خلى وزارة التربية والتعليم تاخد موقف من اللي حصل. الواقع حصلت في مدرسة فوه الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ. الواقعة هي أن الطلبة منعوا المدرسة أو المعلمة من أداء عملها. الست داخلة تشرح في الفصل، الطلبة زي ما انتوا شايفين كده قعدوا يهيصوا ويرقصوا ويشكلوا على المهرجانات ويعملوا ويغنوا عشان الست ما تقفش تشرح. في الحالة دي الطالب هو اللي مسؤول، خصوصا ان الطلبة دول كبار ما هماش صغيرين في السن. ايه اللي حصل بقى من وزارة التربية والتعليم؟ تم جزاء هؤلاء الطلبة. الطلبة اترفدوا رفد مؤقت من المدرسة 15 يوم زي اللائحة المقررة لمجازاة الطلبة، كمان قررت مجازاة مدير المدرسة بالخصم 15 يوم ونقل المعلمة من مدرستها. طبعا عشان الست يعني الحالة النفسية مش هتكون كويسة. خلينا نروح للدكتورة أبو سينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ. دكتورة أبو سينة أهلا بيكي على الحياة اليوم. أهلا بحضرتك، أهلا بالأستاذة لبنى، وأهلا بفريق الإعداد للبرنامج بالكامل. أهلا وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة يا دكتورة ودايما بخير، ويعني الحقيقة احنا انبسطنا لما شفنا الاهتمام من حضرتك ومتابعة الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم. فطبعا هتكلمينا عن الإجراء، لكن أنت تقييمك للمشهد إيه تربويا وتعليميا؟ للأسف التقييم إن في مجموعة من الطلبة الحقيقة دلوقتي على غير مستوى التربوي ولا التعليمي. الطلبة مش جاية المدرسة عايزة تتعلم، الطلبة جاية بتستفز إدارة المدرسة وبتستفز المدرسين، لأن احنا أكدنا على الغياب ومنعنا موضوع الغياب وبدأنا نفعل القرارات والقوانين، فهم تقريبا بيعجبونا بس ما يجوش يرقصوا بقى، يعني يجوا الفصل للأسف. عايز أقول لحضرتك إن من التحقيقات اتضح إن الطلبة تأمروا على هذا الموقف، يعني الطلبة قبل بره الفصل اتفقوا على إن هم يعملوا كده، واتفقوا على مين اللي هيصور الفيديو. يعني تخيلي وصلت بيهم الحال إنهم بيتأمروا وينفذوا المؤامرة، هم اللي مصورين الفيديو، هم اللي متفقين انهم يعملوا كده مع المدرسه. هو في معلش يا دكتوره في مشكله بينهم وبين المدرسه؟ لا خالص، هو سلوك، هو طبعا اي مكان ده مرفوض، بس في حاجه يعني ان هم يفكروا ويصوروا واخدين يعني سابق اصرار وترصد زي ما بتقال. بصي حضرتك، هو عمليه التمرد ده سن مراهقه متاخره ثانويه، في مرحله مراهقه متاخره بيتمردوا على اداره المدرسه وعلى التعليم ان هم اجبرناهم انهم يحضروا، هي عمليه تمرد وده سنهم كده، التمرد على الوضع المجتمعي العند كده. يعني ده دي للاسف ان دي في سلوكياتهم في هذا السن، لكن ما فيش، اتضح ان ما فيش اي خلاف شخصي مع المدرسه نفسها. والمدرسه الحقيقه احنا لما نزلناها المرحله اقل مش عقاب ليها، هي حمايه ليها، هي واضح ان هي نزلت مرحله اقل ولا اتنقلت من المدرسه؟
لا هي اتنقلت من مدرسه لمرحله اقل، واضح ان سن الثانويه العامه سنه ثالثه راحت اعدادي. هي المدرسه صغيره في السن لسه متعينه جديد؟ لا مش متعينه جديد بس هي صغيره في السن. وهي مش هي يعني هي من النوع الطيب قوي اللي ما يعرفش يبقى قوي مع الطلاب، فليها يعني ليها صفاتها، فهنوديها المرحله بحيث ان هي تقدر تتحكم في الطلاب وتنسى الموقف اللي حصل ليها ده، لان ده اكيد كمان هياثر معاها نفسيا. فلازم احنا كمان دكتوره بوسينه يعني من الاجراءات اللي تم اتخاذها كان مجازات مدير المدرسه. ممكن حد يسال طبعا. ايه مدير المدرسه ذنبه ايه؟ ده حصل في الفصل، المدرسه هي حضرتك المسؤوليه التضامنيه. اولا احنا فوجئنا بالفيديو انتشر على النت، لا مدير المدرسه ما بلغنا بالحادثه، ولا المدرسه نفسها اشتكت لمدير المدرسه، ولا المدير اشتكى للاداره. فحضرتك عدم ابلاغنا بالوقائع اللي دي احنا قايلين لهم ان في جزء المفروض ان اي حادثه تحصل عندك او اي موقف تقول لنا عليه عشان نقدر نتداركه ونقدر ناخد الجزاء في الوقت. هو ما بلغش. فمدير المدرسه ده نمره واحد في المدرسه، دي مسؤوليه تضامنيه، المفروض ان هو يكون على علم بكل اللي بيحصل. لا المدرس لا مدير المدرسه بلغ ولا المدرسه بلغت بالظبط كده، هي اتكسفت تقول ان ده حصل معاها يعني. طب معلش يا دكتوره، في جمله اخيره من حضرتك، انا مع انه يبقى في اجراء وجزاء واللائحه تطبق ويبقى في انضباط، لكن هل ده بس هو الحل ولا انه برضو الكلام مع الولاد، يعني التربيه، الاسلوب التربوي، الاقناع، انه برضو امتص الولاد دول افهم ايه قصتهم؟ والله يا استاذه لبنى احنا بنحاول بكل الطرق بكل الاساليب اللي حضرتك بتتكلمي عليها ان احنا نجذب الولاد للطلبه. عملت لهم نظام محاضرات بامر معالي الوزير طارق شوقي ان احنا نجذب الطلاب بكل الطرق، فلغينا حته القصص الحصص وانه يقعد للساعه 2، وعملنا 3 محاضرات بس في اليوم، وبنجيب لهم المدرسين اللي هم عايزينهم، يعني المدرسين اللي هم بيطلبوهم بنخليهم هم اللي يدوا المحاضرات. ففي ثقافه ما بين الطلاب. احنا النهارده كنا بنقفل سناتر، تخيلي ان انا الاقي 500 طالب في اوضه واحده، 500 طالب يا استاذه لبنى في اوضه واحده وقاعدين عايزه اقول لك تحت السلم، وهم تلاقيهم هم عايزين ده ومبسوطين وحاسين ان هم بياخدوا المعلومه والفصل. لا على كل الاحوال الملف ده لسه مفتوح بتفاصيل كتيره، اتكلمنا امبارح فيه ووعدنا حضراتكم لاهميه ملف التعليم لانه يهم كل بيت وكل اسره في مصر، وده المجتمع وده مستقبل بلدنا هنكون فاتحينه بزوايا مختلفه ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره بوسينه كشكي وكيل وزاره التربيه والتعليم بكفر الشيخ، بشكر حضرتك.